هنسيب حضراتكم بقى مع تقرير. احنا الحقيقه يمكن في الفتره الاخيره اتكلمنا كتير جدا على مشاكل الفار، وهي كانت مشاكل حقيقيه وحسينا بيها، وملايين من جماهير النادي الاهلي، يعني ان كل مباراه الاهلي بيتعرض فيها لظلم تحكيمي بيجي لي مكالمات ومسجات، والناس اللي متقابلني في الشارع بتقول مش معقوله ومش راضيين ومظلومين واحساس ظلم وقهر كبير جدا. احنا رحنا بقى للناس عشان تعبر، بما ان الدرجات مش مفتوحه، طب احنا كاميرا السادسه كانت موجوده مع جزء من جماهير النادي الاهلي، ونزلنا نسالهم ايه رايكم في الفار؟ هل اضاف؟ هل قلل من حدوث المشكلات او الاشكاليات اللي بتحصل في المباريات ولا لا؟ تعالوا نسمع اجابتهم مع حضراتكم ونرجع لكم مره ثانيه في السادسه. لا، ساهمت كتير بشكل كبير جدا، وده لسبب بسيط قوي، ان زمان لما كان الحكم بياخد اي قرار فخلاص القرار اتاخد، سواء كان صح سواء كان غلط، خلاص مش فيش رجوع. لكن دلوقتي انت معاك آلة للزمن، بتقدر ترجع تاني تبص على اللقطة من اكتر من زاوية ومن اكتر من مكان وتاخد القرار، حتى لو كان خد القرار غلط يقدر يعدله تاني وياخد القرار الصح. يعني ساهمت شوية من حد في الاخطاء، بس برضو ستيل في اخطاء تحكيمية، لان بحس ان الناس اللي قاعدة على الفار برضو مش قادرة تحكم بوضوح. بس فانا رأيي لو ما فيش التكنولوجي المطلوبة ان هي يعني التكنولوجي دي لو ما اتنفذتش صح، رأيي تتلغي، ملهاش لازمه. لا، ده الفار ضرنا، ملوش اي لازمه، يعني كان قلته احسن، يعني كان لازمته ايه لما يكون موجود والاخطاء موجوده وهو قاعدين بيتفرجوا علينا، يعني بيتفرجوا على الماتش، يعني ما جايين يتفرجوا، يعني كانوا جايين بيتفرجوا على الفار عشان يتفرجوا على الماتش ولا عشان يشوفوا الخطا فين؟ كان ليها وعليها، بس هي يعني احنا كاهلي ضرينا من الفار على الاقل في 3 ماتشات لحد دلوقتي في الموسم ده، فهي اكيد محتاجه مراجعه ومحتاجه الناس القائمين على لجنه اللي بتدير شؤون الكره دلوقتي انها تقيم القصه تاني وتشوف تدريب اكتر لحكام الفار نفسهم. انا ضد الفار خالص، انا ضد الفار ان هو يخش في مباريات ونسيب يدي تشوق اكتر للجماهير وناس تتفرج على مباراه كويسه، ويبدا الحكم هو اللي يبدا يحكم. في اخطاء هتحصل وبتاع، بس ده احسن وافضل انا شايف من وجود الفار فيها اساسا. لا والله، احنا استعنا بالفار ده علشان يتجاوز الاخطاء التحكيميه. هو في عندنا وفي بره كمان في، بس بطريقه فجاه لا، صعبه شويه. مش يجي يقولوا لا في اعطال في الكاميرات، في اعطال من في الجهاز، لا خلاص يقولوا لنا من الاول ان في اعطال يبقى بلاش منه خالص. والله هو الفار مهم جدا جدا، بس هي المشكلة إن ممكن يكون فيه كاميرات ناقصة في الملاعب، لكن المشكلة مش في الفار، المشكلة في الناس اللي قاعدة قدام الفار. لازم يكون عندهم ضمير ويشوفوا كويس جدا ويقولوا الحكم اللي بيشوفوه، مش يشوفوا حاجة وما يقولوهاش. هو ليه ميزة وعيب، بيدي الحق حقه، لكن المفروض يبقى فيه سرعة في القرار، يعني المفروض القرار ما يطولش عن 30 ثانية. يعني بتتعاد 100 مرة المفروض باينة، يا جون يا مش جون، يا أوفسايد يا مش أوفسايد، لكن تطول دقيقة أو دقيقتين وثلاثة فإيه، تحس الموضوع بقى بايخ شوية. فالمفروض يبقى في سرعة في القرار شوية، بس هو حلو صراحة إنه بيدي كل واحد حقه. يعني تقنية الفار نفسها هي مالهاش دعوة، العالم كله بيستخدم الفار والدنيا ماشية كلها، يعني الأخطاء التحكيمية قلت بنسبة 80%. لكن المشكلة دلوقتي في اللي قاعدين ورا الفار، ما تعرفش بقى الخبرة بتاعتهم مش كافية، ممكن يجيبوا ناس حكام قديمة اعتزلوا قبل كده يقعدوا قدام الفار، مش عارفين لسه. بس هو المشكلة في اللي قاعدين ورا الفار مش في تقنية الفار نفسها. لا، النادي الأهلي السنة دي متأثر بشكل كبير جدا، أنت عندك 3 ماتشات فيهم أخطاء كبيرة، بتتكلم في أهداف وضربات جزاء مش مجرد أخطاء عادية. النادي الأهلي متأثر جدا وشايف إن لازم يبقى فيه وقفة في موضوع التحكيم. يعني إحنا ماشيين في طريقنا، وبدليل خبراء التحكيم والناس كلها شافت طبعا آخر جول صحيح 100% بتاع بواليا، وما فيهوش اي شك، ويبدو ان الحكم ما اطلعش على التعديلات اللي حصلت في القانون، وعارف انه الجول لاعب زي اي لاعب، يعني في احتكاك ان انا اطلع معاه واشترك معاه، هو بيلعب بايده وانا بلعب برجلي، لكن هو الحكم واضح ان هو كان عنده باد انتنشن، نيه سيئه ومش عايز الاهلي يكسب، لكن احنا ان شاء الله مكملين وهناخد الدوري ان شاء الله. طبعا 100% نسبه كبيره جدا اخطاء التحكيميه تكاد تكون متعمده كمان، يعني مش عاوزين نوصلها لحاله التعمد، بس هي احنا شايفينها انها متعمده كتير قوي 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 قوي، وبالذات مع الفرق التي تمتلك ماليات كتير. طبعا النادي الاهلي هيتاثر بالاخطاء التحكيميه، الاخطاء التحكيميه عامله مشكله انه بيفقد نقط لوجود اهداف صحيحه واضحه للجميع، مش للجماهير بس، للجماهير والتحكيم كمان عارف كده كويس. فاحنا بنتعامل مع نادي مش نادي عادي، لازم تكون الاخطاء التحكيميه زيرو غير وارده،
وده اعتقد ده رايي ان لازم نرجع وندقق جامد جدا في المطوشه الحساسه للانديه الكبيره انديه القمه وعلى راسها النادي الاهلي نادي بطل افريقيا وبيلعب في عالميا دلوقتي وان شاء الله ربنا يكرمه في المطوشه الجايه.